بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، هشام رشدي، أمين عام حزب الشباب الديمقراطي المغربي. اليوم لا نحدث تعليل، يعني كحزب سياسي أو كأسرة حزبية، يعني تأسيس فرع من فروع الحزب في المغرب بمدينة بوجدور تحت يعني رعاية الأمين الكاتب العام في المنطقة، يعني منطقة الصحراء المهدي مطلايا، الذي يعني أجهد جهده في العمل الجاد من أجل تأسيس هذا الفرع. بصفتي يعني كحزب كأمين عام لهذا الحزب، وأصالة عن المكتب السياسي، من المكتب السياسي لهذا الحزب، أتقدم بشكل جزيل إلى السيد الكاتب العام في المنطقة المهدي مطلايا والأعضاء أو المناضلين الذين يعني أبانوا عن طول كعبهم في إخراج هذا المولود السياسي في المنطقة. لهذا يعني أتوجه إلى المناضلين والمناضلات التابعين للحزب بحثهم على العمل التواصلي والعمل الجاد بين مكونات الحزب والنضال الشريف من أجل بناء مغرب حداثي ديمقراطي. لهذا ارتقى المكتب السياسي على إنشاء يعني أربع جهات يعني للحزب في المملكة، كجهة الصحراء التي يمثلها هناك الكاتب العام للحزب المهدي مطلايا، مرورا إلى جهة الغرب اللي تشمل الدار البيضاء والرباط والنواحي، إلى الجهة الشمالية اللي هذه تكون يعني تابعة لها طنجة، مدينة طنجة والحسيمة والناظور، حتى نصل إلى الجهة الشرقية مدينة وجدة وقرصيف وتوليت. كما قلت، أشكر جميع المناضل والمناضلات في المنطقة على إخراج هذا المولود السياسي الجديد في المنطقة، والله يستحقون يعني وسام شرف يقدمهم لهم الحزب على عملهم الجاد المتواصل. أعلن من هذا المنبر واستغله، أعلن تضامني التام والمطلق مع الأساتذة المتدربين في محنتهم ومعركتهم مع الحكومة كما نشجب، ولا نتفق مع التعنت اللا سياسي واللا مسؤول الذي تنهجه الحكومة في شخص رئيسها عبد الإله بن كيران، الذي ضرب عرض الحائط يعني لبنات وأسس السياسة التي تحث على الحوار و الخروج بحل سياسي للطرفين، وما تعنته هذا إلا دليل على عدم أهلية هذه الحكومة في تدبير الشأن السياسي المغربي، الذي سيوصل يعني المغرب إلى كارثة. نحن كمغاربة أو كدولة مغربية، يعني إحنا كدولة مغربية أو كشعب مغربي في غنى عنها يعني حاليا بما تقتضيه السياسة الداخلية للبلاد. اليوم نريد أن نناقش يعني موضوع الملكية في المغرب. نحن أولا وقبل كل شيء ليس ضد الملكية كمؤسسة يعني من مؤسسات الدولة، ولكن نحن ضد سياستها، ولسنا ضد الملك كرمز أي وحد البلاد، بل نتمن هذا الموضوع ونناضل من أجل أن يبقى الملك رمز للبلاد تحت سماء يعني ملكية برلمانية الملك يسود فيها ولا يحكم. نريد أن نكون أن نعيد تجربة يعني الدول المتقدمة في الملكية البرلمانية كإسبانيا وبريطانيا وكذا هولندا، أن الملك يسود فيها ويحكم أو لا يحكم،
القرار السياسي والدبلوماسي للحكومة المنتخبة. إذا ارتقينا أو إذا نظرنا بتمعن في الملكية البرلمانية فهذا ليس إخلالا باحترام الواجب للملك، ولكن هو يعني وطنية بحتة 100%، أن الملكية البرلمانية هو الحل السياسي القادم للبلاد. لذا نرجو من المؤسسة الملكية أن تخطو خطوة واحدة إلى الأمام من أجل ترسيخ مبدأ الملكية البرلمانية في المغرب، حتى يمكن لنا أن نحن كشعب مغربي أن نحاسب من يحكمنا. إذا لا يمكن أن نحاسب رئيس الحكومة وهو يتلقى أوامره من الملك أو من حكومة الظل تحت المظلة الملكية التي هي دستوريا مقدسة ولا تنتهك حرمتها. إذا لا يمكن أن نرضى بهذا المبدأ الملكي المطلق في البلاد ما دامت هناك يعني إخفاقات يعني شهدناها تحت ظل هذه الملكية منذ سنين عديدة. مثال أن على عدم 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 يعني يعني عدم يعني نجوع الملكية المطلقة في المغرب، وهو يعني عدم استقلالية القضاء. كيف يمكن أن القاضي يصدر حكما مثلا ب30 سنة على شخص، ويأتي الملك في عشية وضحى ويطلق سراحه بعفو ملكي؟ لا يمكن للملك يعني كملك للبلاد أن يهين القضاء بهذا الشكل أو يتعدى يعني حدود القضاء ويطيح بكلمته أسفل السافلين. نحن نريد قضاء نزيه مستقل على جميع المؤسسات حتى يمكن لنا أن ننشد عدالة حقة في المغرب. هذا مثال يمكن إسقاطه على باقي المؤسسات أو مؤسسات الدولة. إذا نعيدها المرة الألف، نحن لسنا ضد الملك كشخص ونحترمه، وسنناضل من أجل أن يبقى رمزا للبلاد يسود ولا يحكم، وهذا من حقنا كشعب مغربي يريد أن يدير شؤونه بتشاور وحس شبابي ارتأى فيه مصلحة البلاد مستقبلا. نتكلم عن الانتخابات واستحقاقات الانتخابية. نحن يعني كشعب كحزب الشباب الديمقراطي المغربي يعني بمنظور سياسي أو مستقبلي للبلاد نطلب من الشعب المغربي والمواطن المغربي أن يتخلى عن العقلية القديمة في طريقة تسيير الانتخابات. نحن ربما تكلم بالدرجة مش من المغاربة، نحن تعودنا يعني كمغاربة يعني أو الآباء ديالنا والأمهات ديالنا وأجدادنا يعني مخلصين للحزب السياسي. مثلا احنا في المنطقة الشرقية تواجدنا مخلصين الحزب الاستقلال اللي كان يمثله السيد عبد الرحمن حجيرة. ربما احنا يعني ربما كان في واحد العهد كان أناس مناضلين في هذا الحزب شرفاء، ولكن هذا ليس يعني سنة مؤكدة أو سنة جارية يعني جميع الأحزاب يكون فيها يعني مناضلين شرفاء. ربما واحد فترة جاء واحد المناضل شريف اللي كان من ضمن واحد الحزب اللي سكان ديك المنطقة يعني فرحوا به ودار إنجازات. يعني هذا ليس قرآن يعني لا يغير أو لا يحرف حتى تبقى يعني سنة يعني سكان ديك المنطقة يصوتوا على ذاك الحزب. لا، احنا يمكن حزب ان نرتقي او الفكره ديالنا اللي بغينا نوصلوها للشباب المغربي ان المواطن المغربي او الناخب المغربي يصل الى درجه الوعي انه يصوت على مشروع الاحزاب وليس الاحزاب وليس رموز الاحزاب. نحن نريد أن يصل المغربي إلى هذا الوعي السياسي بصوت على مشروع الأحزاب، أي بمعنى عندما يتقدم أي حزب
مغربي بمشروع إلى المغاربة أو النخب المغربي، يجب أن هذا المتلقي أي المواطن المغربي أن يدرس المشروع ويصوت عليه، حتى نتمكن في ظل أقول في ظل ملكية برلمانية، ملكية تسود فيها ويحكم، وكل مؤسسات مستقلة كي تكون هناك المسؤولية تقابل المحاسبة. عندما ننتخب هذا أو نصوت على هذا الحزب، نكون قد صوتنا على مشروع. فإذا لم يوفي هذا الحزب أو هذا الذي صوتنا عليه بمشروعه الذي قدمه لنا انتخابيا أو في استحقاقات في حملته الانتخابية، عندما تنتهي ولايته ولم يحقق ذلك المشروع الذي صوتنا عليه، يقدم إلى المحاكمة ويحاكم بتهمة النصب على المواطن المغاربة في الانتخابات وعدم وفائه أو وفائه بمشروعه الذي تقدم له للمواطنين المغاربة. نحن نريد أن يصل المغاربة إلى هذا الوعي السياسي حتى نكون يعني هي أصلحنا نطلب من المؤسسة الملكية، يعني لا نطلب الديمقراطية كديمقراطية، لأن نعي كل الوعي ويعي الشباب المغربي أو السياسي المغربي أننا بعيدين كل البعد عن الديمقراطية، ولكن نريد مشارفها، نريد أن نكون في ثلاث خطوات عند باب الديمقراطية. نريد أن من المؤسسة الملكية تمنحنا نحن كشباب مغربي أو كحزب سياسي يريد حزب شبابي مغربي سياسي يريد تقديم مشروع أو مشروع دستور مثلا أو خطة مستقبلية للبلاد، يعني نريد مكان بين بصرف عبارة بين ديناصورات الأحزاب الكلاسيكية. أعطونا الفرصة، نطلب من المؤسسة الملكية أن تعطينا الفرصة، يعني كحزب شباب ديمقراطي شبابي، يعني الفرصة المشاركة في صنع القرار السياسي المغربي أو في تحسين وضعية المغاربة أو في لكل زمن أسياده ولكل لكل زمن يعني رجاله، زمن المساومات وزمن باك صاحبي يعني أكل عليه الدهر والشريف. ونحن اليوم كشباب نريد الخير للبلاد، ولا نقبل بأي مزايدات أو أي اتهام من طرف جهة ما اتهامنا بالخيانة موالاة لجهة أجنبية، لأن هذا مجرد أكاذيب ومجرد مزايدات لا أساس لها من الصحة. ونحن يعني كشباب مغربي يعني واعي أو كمغاربة واعيين أن جميع من انتقد يعني سياسة الحكم إلا وتلفق له أضراب من التهم بالخيانة والتآمر على النظام. نحن لسنا متآمرين على النظام، ولكن لدينا مشروع نريد ترسيخه سياسيا في المغرب، نريد الخير للبلاد، وخير ذلك أننا لسنا ضد الملك محمد السادس، ولكن نحن ضد سياساته، وهذا حق لنا كشباب مغربي أو كمغاربة أن نشارك أو أن ننتقد من نشاء، ما دام هناك مسؤولية إلا وهناك انتقاد ومحاسبة. حتى الأنبياء والرسل حسبوا، فالمؤسسة الملكية ليس في منأى عن هذا الوضع أي المحاسبة ما دامت تتدخل في الشأن السياسي المغربي، والأكرم لها والأجدر أن تبدي الخطوة الأولى في ترسيخ مبدأ الملكية البرلمانية في المغرب. لدي هناك إشارة أن من فوائد الملكية البرلمانية أن مثلا في إسبانيا نرى أن الملكية يعني وصلت إلى نقطة من الديمقراطية أو خطوات يعني متقدمة من الديمقراطية، حتى أصبحت أخت الملك وزوجها يحاسبون في المحاكم الإسبانية. هناك كذلك الملك البلجيكي حينما اشترى منزلا
في احد الدول السياحيه، اقيمت الدنيا ولم توقعت في بلجيكا انتقادا لهذا الملك، لانه اشترى يعني منزلا في دوله اجنبيه، وكان الاجدر به ان يشتري في بلده حتى بمفهومهم السياسي البلجيكي، حتى ينعش او يكون يعني ان يكون يعني قدوه للسياسيين بعدم عدم يعني مثلا عدم يعني يخرجوا يعني الفلوس ديالهم يعني في الدول الاجنبيه، يعني كان الافضل ان تستثمر في البلد الاصلي. ونحن يعني كمغاربه يعني عانينا كثيرا من سياستنا يعني في تهريب اموالهم الى الخارج وانشاء مشاريع يعني في دول اجنبيه، حتى وصلنا مؤخرا الى يعني كمغرب يعني يعيش الرفاهيه وميزانيته تضاهي ميزانيه سويسرا ورفاهيه السويد، حتى يرتقي النظام المغربي في اعطاء مليون دولار او مليونين دولار كما اظن الى الاكوادور يعني مساعده. ونحن نعي كل الوقت ان فئات او قبائل يموتون بردا في جبال الاطلس وفي مناطق نائيه في المغرب، كان الاجدر على النظام المغربي او الملك ان يتبرع بهذا المبلغ الى فئات شعبه، يعني الاولى كما يقول اللهم ارحمني وارحم والدي، اولا ارحمني الاول. هذا كل ما جاء في هذا الفيديو. شكرا على سعة صدركم في الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.